السلام عليكم، كيفكم جميعا؟ عدنا للعبة سيم سيتي، واليوم يعني بسلسلة الملاهي والسياحة بدنا نرجع نشتغل على مدينتنا اللي كان فيها مشاكل. ما فيها مشاكل فعلا، الحمد لله خير. يعني قدرنا ب3 حلقات نوصل للفولي ابجريد بالنسبة لهذا المبنى، هذا انجاز طبعا. اللي مشاهدونا من اول مرة، كل الناس طبعا بنصحهم يشاهدوا السلسلة من الاولى، واللي حابين يتعلموا يشاهدوا سلاسل الثانية كلها فيها شروحات يعني من الصفر تقريبا. بعتقد هلا يعني صرنا بمرحلة اللي بيشوف كل سلاسل سيم سيتي بالقناة بيتحول للاعب محترف بلعبة سيم سيتي، يعني ما حيكون عنده أي مشاكل يعمل أي نوع مدينة يمكن باللعبة بدون مبالغة. يعني يمكن ما تكون أفظع مدينة، بس يعني إنه المبادئ كلها صارت بين إيدين المشاهدين الأعزاء. طيب هلا نشوف هون شو الوضع. هذا عم بيربح وهي عم تربح، وبس المدخول تبعنا ماله كتير عالي، ماله عاجبني، يعني مالي حاسس انه هو رقم كبير. طيب السياحة شو وضعها هيك؟ هلا اللي عم فكر فيه انا بقى ضيف مبنى سياحي او معلم سياحي. هذا الشيء بس مشان نضيف زيد من الاتراكشن للمدينة. نعمل هيك شيء، بدنا مبنى بس ما يكون ضخم جدا. طيب خلينا قبل ما نعمل اي شيء نفوت على مدينتنا الملاهي ونطورها، لانه عنا تطويرات كتير حابين نجربها. هلا هذا الطريق ما لي حابه هيك، مو ظابط هيك، ازبط مبدئيا. تعال نشوف لوين بيوصل هاد. لا هي اخر شقفة منه ما حبيتها. مثلا هيك. هلا نحن بحاجة مبنى كبير هون، مبنى كبير هون فعليا. نشوف بقى هذا المبنى اللي كان عاجبنا كتير. رولك اوه ضخم جدا، يا الله على المساحة، حتى ما بيسع هون. شوف كبر هذا المبنى. طيب هلا هو صاير فيه انه ما بده ياخذ من هي يمكن. طيب بنشوف. هلا حلو، اوه شو ضخم، 40,000. هي سيارات الحديدية او ما بعرف شو هي بالضبط، بس شغلة رهيبة شكلها. يا الله على التعب اللي تعبانيته السيم سيتي. شوف اسمها بيج فوت، بيج فوت يعني ادخل فوت. فن سكاي وندرلاند، شايفين شكلها ما احلاها، والله جميلة. طيب خلينا جنب هاي، معناتها نكمل. خلينا نحط اكل وشعر. اوه اتشيفمنت مدن الملاهي، هي ما شفناها كتير. ويلكم يور 1000 اميوزمنت، عندنا 1000 صار، 2000 ده يعني داخل على المدينة. طيب بوشار هون واكل هون. وين السناك؟ سناك وبوالين هون مثلا، ونكمل بعدين. ممكن بيع ألعاب. نروح على الكراسي أو النوافير. هي نافورة هون، كرسي هون، نافورة هون. هيك بنكون كفينا وفينا لهي هذا الاختراع. هلا بدنا نعمل طريق تاني جنبه بعتقد، لأنه طريقه ما عاد يلف، بيروح مباني إذا لف من هون، بيروح مباني. نعم بدنا نعمل طريق هون هيك مثلا. طيب المبنى الأخير اللي ما عملناه هو هاد جو سبيد كارز، نحطه هيك. مصاري ما عاد معنا، هنتذكر موضوع المصاري. هنحط توي ستاند، مشي الوقت بسرعة شوي. ما عاد معنا مصاري نعمل كتير شغلات. بنروح معناتها بهالوقت لو يصير معنا مصاري بنسرع الوقت وبنجيب شغلات الفري هون، مثل نافورة مثلا وكرسي رباعي. ما عاد فينا نحط اكتر من هدول.
حلو الكلام، حلو ولا السيارات؟ شوف السيارات. ايوه شوف اذا بتقرب عليها هيك سيارات مثل الفورمولا يعني. هاي في عالم مبسوطة، يا سلام، ألف اليوم هي بتعمل. طيب وبالنسبة لهي 2000، حلوة. طيب نشوف مدينتنا بقى قديش نهجر فيها شغلات، لأنه عم نضل نتركها ندمر الشغلات. في شي غيره؟ معمل، رح بالي يشيل كل المعامل بالعالم قد ما لي حاسس انه ما لهم اي اهمية. هذول شلناهم هيك. الارض كيف ملوثة هون ولا ما كتير؟ نتركها شوية، لا بتنضف بسرعة، فينا نحط بعدين شيء اذا نحن بحاجته. ما علينا. شوف حتى الازدحام لوين واصل، من برا الطريق في ازدحام. اوف لك 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 الى الما لا نهائية رايح الازدحام. طيب كيف هلا بدنا نتعامل مع الوضع؟ اول شيء بدنا نشوف هالشغلات اللي حطيناها حتزيد لنا ارباحنا. هون في هون مهمه بناخذها، مهمات الملاهي ما بنعرفهم ولا شيء شايفينهم. ماي يومر سوبر اوسم اكسبكت وي كود ا بيت بيتر. قال اذا فيك انت تجيب له هالارقام هي كلها، انه 8 بيعملوا 200، يعني انه يعملوا كتير شغلات بيعطيك 40,000. والله خلينا نعملها، هاي مسألة وقت بس، انه عم بيطلب منك تجيب هالقد باليوم، وهالقد عالم يركبوا بهيك العاب، وهالقد عالم يركبوا بالالعاب المستوى الثاني. هاي هي فكرته. شو اخبار هذا المبنى القماري الجامبلينج؟ والله شغال. طبعا احنا فينا نبني لسه منه، بس يعني هنشوف شو بدنا نعمل، بدنا مصاري اكتر. نشوف موضوع السياحة، 2300 منيح، عم نمشي شوي شوي الى طريق الاموال. هلا معناتها خلينا نروح على موضوع الحرائق. الحرائق شو وضعها؟ بصير حرائق هون شي؟ لا ما كتير سيء، ما اللي كتير حاطي اهمية، ما اللي كتير، بس اللي خايف منه بس الشرطة، مشاكل الشرطة، لانه الشرطة يعني هاي كارز. قديش حقه التاور؟ طيب هاي نحطه، بيكشف لنا الجرائم بسرعة إلى آخره. شو أخبار الطرقات؟ والله ازدحام رهيب، ازدحام رهيب. كنت عم فكر هذاك اليوم، يعني فكرت بتصميم تاني لمدخل المدينة ليخفف من الازدحامات اللي بتصير بالمدن السياحية، بس بده يكون شكل المدينة غير هيك. يعني هاي المدينة، فكرة الجزيرة حصرتنا بالتصميم شوي، يعني بدها تكون مختلفة شوي. تعالوا نشوف أخبار النقل. باصات خضراء خلصت هاي المهمة منيحة، ترينات خضراء، بوتس صفراء، يعني ممكن نزيد بوت هلأ بعد شوي. طيب هلأ احنا اللي بدنا اياه، بدنا تعالوا نشوف المباني هون عنا. يا اما نحط مبنى، ما هنحط برو ستاديوم حيعمل الازدحام كتير، يا اما نحط مبنى هيك مبنى جمالي وكذا ليعمل اتراكشن اكتر، يا اما بدنا نعمل شي جامبلينج تاني. شو عم بيقلك؟ وهذا بشكل عام مفلل يعني. توداي 2000 ممكن يجيب لنا اذا حطيناه هون، لانه شايف انا مثل زاوية او بقعة جعبالي هدول، بس هدول بدهم شغل. السبب هون منيح لانه مباشرة جنب هدول الشغلات. يلا ماله غالي، منحطه اذا خسر منشيله. هلا هذا شو بدنا نحط له؟ ما بدنا نحط له انه يجيب سياح مثل هداك، نحط له بس هاي اللي بتسع كاباسيتي اكتر. قبل ما نكمل بنشوف بس شو نوع السياح اللي عنا. تورست، عنا ميديوم كتير. هاي شو اللي حطيتها انا؟ نيكت سوليت، وينها هاي؟ للو ما بدي اياها، بقيمة بدي بس تبع الميديوم. هاي ميديوم،
وبدي هاد، وفينا نحط بقى ورا وحدة وفوق طابق، ونحط اللوحة هاي اللي بتجيب لنا لو منيحة. نحط لوحة ما استعملناها هذيك المرة، ممكن نستعمل هاي. هاي مبنى تاني، لنشوف شو حيعمل لنا هذا المبنى. يعني فكرة يمكن تكون جيدة شوي، بس نحن بعتقد بحاجة مبنى سياحي ليزيد لنا الاتراكشن على المدينة. بس ما معنا مصاري نبني واحد كتير مرتب، يعني في هذا لهلأ ولا مرة بدينا، اللي هو هذا اللي هو بالغاري. ما بعتقد في شي تاني يعني هاي غيره او اعلى منه رخيص. ما بدنا شي غالي هلا بالوقت الحالي. طبعا ما له مسألة كبيرة. هذا قد حقه شو بيعمل؟ ميديوم كمان. والله خلينا نستعمل الارك لانه ما استعملناه لهلا ولا مرة. نعم ولا مرة. هنحطه نجرب اللي هو ليكو 50 حقه. لا ممكن. طيب ممكن نكمل رسمتنا اذا حطينا قطار هون. صحيح انا عندي بس في اتشيفمنت انا بس بدي اشوفها، كان عندي فضول هذاك اليوم اشوف انه شو صفيان لي وينها. لا مو تشالنج، اتشيفمنت. وين الاتشيفمنت لك؟ اتشيفمنت بس بدي اشوف انه انا عندي اياها ولا لا. ايه لك. الماني. ايه لا بدي اياها اكثر، بدي مبنى الماني. هلا بحط واحد هون. طبعا تأخرنا نحن كتير. شوف 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 منظر السيارات هون، منظر التكاسي اللي جايين على هذا المبنى. حلو. طيب خليني معناتها ارتب اموري بسرعة. بدي اروح على الترين، بس خليني بس هذا نضاعف ال نروح على الترين هون. اخر ترين حيكون. نروح على طريق من هون لهون. بعد ما بنيناه بدي اشوف انه هل احنا بحق لنا انه نبني ارك هون. بحق لنا نعم. بس في عنا قرنة المدينة الملاهي، لا فينا نكملها من هونيك. خلاص انا حاطه هون السبب لانه هو يعني قريب من القطارات دغري بيجوا لعنده، وهو نفس شو بنفس الوقت اللي احنا عم نعمل اتراكشن، عم نزيد من مستوى المدينة انه يجيها سياح اكتر واكتر. طيب هلا بنرجع بقى على شايفين سمحوا لنا نعمل هذا الهاي جاملينج هاي اتش كيو. بس نرجع على المدينة نشوف شو اخبارها. اوه نبطئ الوقت نشوف شو. طبعا ازدحام رهيب، ازدحام رهيب نحاول نشتغل عليه. وكهرباء. هلا لحنا موضوع الكهرباء مشان اذا نسيناه مرة تانية، بس مشان اذا نسيناه بنحط باي، ونفس الشيء للمي بنحط باي من الجيران، اذا نسيناه بندفع حق كهرباء من برا. ونفس الوقت نحن تذكرنا هلا بنشتري كهرباء، بنحط عفوا تطويرات كهربائية. هي وحدة وهي وحدة، اعتقد هيك هذا الشغل نظيف. حلو. هي كلها لسه بتسع. وهي اذا بدي مي ممتازة، هاي ممتازة، هاي ما كتير. السبب طبعا اكيد لانه الازدحامات موجودة. هلا بنحاول نلاقي لها حلول. والله كنت عم فكر الحلقة الماضية بالستيل كارز، بعتقد هاد هو الحل اللي قدامنا هلا بالوقت الحالي. هون او هون. شو اخبار الشرطة؟ صحيح تعال شوف الحريقة بس اثنين منيح. اسعاف هاد اللي كان بده كتير وانا مالي كتير عم بعطيه اهمية. هاي مزيد من الاسعاف. طبعا السبب الاقصى انه عم بيصير حالات وفاة، ما عم يلحقوا يوصلوا على العيادة بسبب الازدحام. هي طيب ما نضيع نفسنا نقيم الشغلات. اوه في كتير والله، ما صار لنا زمان عم نضيع وقت كتير بالمدينة الملاهي، عم تشغلنا بشكل فظيع. كان صار لنا ربع ساعة ما شفنا المباني تبعنا. هون ما في شيء. هون مدخولنا للأسف ما له رقم كبير كتير. شوف شوف منظر التكاسي، يا الله.
سيارات الأجرة بكل مكان. طيب نشوف بس الربح شو وضعه هون. هاي عم تربح والله، رقم منيح، رقم منيح. اليوم 42 ألف، امبارح 73 ألف، رقم منيح بس بدنا أكتر. وهدول شو؟ 22، 17 مناح، هاد 5 منيح، ما يعني ما عنا شي سيء كتير. صار فينا نروح قبل ما، والله خلينا نشتغل بستيل كارد، بدي حقها بس 30 ألف. مشي الوقت بسرعة، شوف بس وين نحطها. ما هون، هون نحطها ولا هون؟ والله هون منيحة هيك على هذا الجانب. طبعا اكيد 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 بدي 100 ألف قرض للستيل كارز، انه هي بدها تطويرات كتير. بقى بلش نطور الطريق، بدها تطوير هاي ستيل كارز لك طبعا. شوف قديش بكلف، كتير ارقام كبيرة. بس هذا اللي بدنا اياه، الشقفة هاي مبدئيا ننزل لتحت بقى. هذا كله هيك، هون في شقفة خالصة. تطويرها مو كتير صعب هلا، متى ما انت نطور هاي. نطور هاي، طبعا لمحبين الجسور ما حنخيب لهم املهم، مع انه الرقم كتير عالي. بس ها هذا الجسر اللي بحبوه، وكمان حنبني لهم واحد هون. شايفين شكله ما اجمله، حلو. بس حنترك هداك الطرف الاخير لبعدين، وحنباشر فورا. شو صار بالجرائم؟ ولا الجرائم ما عم بت عم نقدر نسيطر عليها. مزبوط، بدنا نزيد من الدعم هون. شو crime fighting sending effective، هاي منيحة مشان التوعية. وهي سيارات اكتر، هيك اكتر من هيك ما في نساوي شي. طبعا سبب الجرائم اللي عم بتصير انه الازدحام عم بيطول لغاية ما يوصل الشرطي لعند المجرم. بس هاي هي الفكرة. هلا نتمنى يلا الستيل كار يحللنا ازمة. حطه هون، حنبلش بتنتين مبدئيا. شرحنا على الستيل كار بعتقد بسلسلة تصميم مع عمر. بدنا نحط وحدة هون، وبدنا نحط وحدة هون. نحط وحدة هون ولا لا؟ حطها هون، قول هاي السكة حتمشي، يعني حتمشي بنص الطريق ما حتقطع شي. بس مهم انه ما نكتر منها كتير. نرجع لموضوع تطوير الطرقات هاي. هاي يلا عملنا وعملنا، نحط لنا جسر للناس ينبسطوا. هاي هيك، هلا عم ساوي انا لفة مشان اللفة تكتمل. بدنا مصاري والله، وضعنا المادي صعب. ومنحط بقى واحدة هون واحدة هون، خلص. بس هيك لفة الستيل كار بالمدينة صارت مقبولة كتير. بس حابب انا هون حط باص تبع الباص، وينها باصات هاي ما بتوسع هون، حرام. بدي حطها والله، لانه مشان العالم تركب بستيل كار من هون، منيحة يعني. هنشوف بقى فعالية الستيل كار كيف حتصير، اللي هي فعليا الستيل كار هي السكك الحديدية او ترينات. هذا ربح امبارح 83 ألف، والله ارباح منيحة. بس مش عندنا مشكلة بالبادجت بشكل عام، مالها كتير كبيرة يعني. بيبقى
بدنا بادجت. هون شو عم بيصير؟ مشي الوقت بسرعة. في شوف شغلات مهجورة. اوه كتير 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 طبعا. والسبب كله بيعود لموضوع المواصلات. موضوع المواصلات، الجزيرة هديك شو صاير فيها؟ شوف هون المنظر، هيك السيارات، يا الله. وهي السرعة، وهن هي أقصى سرعة باللعبة يعني. هذا عم بيربح منيح، حقه 50، عم بيطلع لنا كل يوم 6 7، يعني بعشرة أيام فعليا عم بيطلعنا حقه، وأعطانا كمان مكانة للمدينة. هذا امبارح ربح منيح، هذا امبارح ربح منيح. طيب مدينة الملاهي ربحانة، بس هون في عنا شي عم نهجر. لا يعني شايفين المدخول تبعنا قليل. هلا هو كشهر منيح 100,000، بس الساعي مفروض يعلى اكثر من هيك. شو وضع الشرطة، عم بيشتغلوا ولا ما عم بيشتغلوا؟ انا حاطين مخفر كبير ومخفر صغير كمان، هاي واحد هون معبى وهذا مواد معبى. 22 سيارة شرطة، يا الله هالرقم شو كبير، رقم رهيب، خرافي خزعبلي. هذول مطورين، مو انه نسيانينهم او شي. طيب هلا هون نحن فينا نحطهم هدول ميديوم مشان يعني. أوضاعهم تتحسن، الدينستي تبعهم. واحد يقول لي ليش ما بتطور على الأخير وخلص؟ الجواب إنه ما في مصاري كتير مثل ما شايفين، يعني وضع المصاري تعيس. بدنا نستنى نشوف كيف المصاري ممكن تزيد شوي. هاي هذا هاي صار بالغلط. منيح هيك ماشي الحال. شو اخبارك يا مدينة الملاهي؟ نحن فينا نعمل خطوة، بس ما بعرف اذا هي خطوة ناجحة ولا لا، انه ناخذ قرض ونبني يعني اشياء اخرى بمدينة الملاهي كمان. هذا الشيء ممكن يجيب لنا مصاري، بس هو مخاطرة. تعالوا نشوف هون الحسابات. التورست وصلوا ل 4300، كانوا 3400 صاروا 4300، ماشيين يعني عم بيزيدوا الحمد لله. في شي مهجور هون، في واحد هلا لقطه، في واحد تاني وين هون صغير كتير. ما بعرف شو الحل، حرايق قليل ما كتير. هون شو بيقلنا؟ عم بيقول ما عم بقدر اروح على السكول. احنا ما كتير مهتمين لموضوع السكول، مو ناقصنا ازدحام اكتر. طبعا ممكن يعني هون شو عم بصير، هون شو عم بصير. لا هذا هو السبب انه ما عم نقدر نلقط الحرمية، هي بق. لا سيارات الشرطة عم تجي لهون تلف، كانت انا لا شفتها عم تلف تلف تروح وترجع، تلف تلف تروح وترجع ليك، مشان هيك ما عم نقدر نخطي على الحرمية. ليش هيك عم بيصير معنا يا شباب ويا شابات؟ ليك سيارات الشرطة، شوف شوف هون. هذا مطور شي، مطور. شو عم تساوي هون سيارات الشرطة؟ هاي مشكلة مزعجة. هاد شغال منيح ولا؟ هاد شغال أكتر لأنه مركز على الميديوم أكتر.
مفكر انه كوميدي كلاب وينه، هذا شو بيعمل؟ مفكر شيل واحد من هدول، هذا مثلا حط طابق تاني لجماعة الميديوم، وبهالطريقة كمان بنحط شوية أزرق هون، يكون مصاري زيادة يعني. هون شو في؟ يعني مثل هاي عم تربح 83، والله شغالة يعني، ما انه سيئة. شوف بس شو ناقص فيها، مش سكندري لسه، في عنا كتير، وفي عنا بياعين الأكل. هذا حق بياع الأكل، 5000 هاي الواحد. هون واحد وهون واحد، بس بركي هالشوي هالشغلات الزايدة بتجيب لنا مصاري أكتر. نتأكد مرة تانية ونقرأ، مثل ما شايفين هون أكتر شيء عم بيجيب لنا مصاري محلات الأكل فعليا، الأكل يعني والألعاب والأشياء، هاي هي أكتر شغلة. بس ميزانية بلدنا بشكل عام، مدينتنا، ما عم تقدر تطلع، ما عم تقدر تتعدى. هون في تطوير كتير، وهذا كله بيعمل الازدحام على فكرة. شو أخبار المهدوم؟ في شي مهدوم بس وين؟ هون يعني، غريب غريب. شوف مواصلات بشكل سريع، الباصات خضراء، ستيل كار منيحة، ترينات خضراء، والبوتس بس يعني منيحة كمان، ممكن نزيدهم شوي بس يعني ما في مصاري زيادة. هذا تعبى شي، عم بيحاول يتعبى، وهاد كمان عم بيحاول يتعبى. ميزانيتنا بتطالع بالنازل، احيانا بنصير ناقص احيانا بنصير زائد، صعب تستوعب اللعبة هي اصلا بحد ذاتها، ما لعرف انا شو عم بيصير. يعني اللعبة ضايعة معنا. هاي شو صار فيها المهمة؟ have 2000 tourists in your amusement park، يعني بده يكون عنا 2000 سائح بقلب البارك بنفس الثانية لتخلص هاي المهمة، وهو رقم كبير بس بينجاب. طب معنا مصاري، خلينا نطور شي جديد. هلا هدول شو وضعهم؟ 20 20 20، فينا نروح على هدول الشغلات الكبيرة. بما انه بنينا كل الاشكال، خلينا نروح على هي. يا سلام، حفر وتنزيل، هي منيحة كتير لانه 100%. عم تحكي وأكل، فينا نحط أكل سناك، في واحد تبع سناك وينه، حط سناك هون، وبياع ألعاب مثلا، بياع بولين، يعني تشكيلة جميلة. طيب نرجع على الطريق، نسرع الوقت، معلش ما حيصير شي بالمدينة كتير. حناخد خط هيك على سبيل المثال يعني. خط جيد يعني، ما له سيء. هلا لسه فينا نحط شي كبير، لسه فينا نحط شي كبير، لسه فينا نحط وحدة سيارات مثلا كبيرة ضخمة. هذا هاي الدولاب كبير، هون بدنا نحط سكندري. تعال نركز على السكندري، حاجتنا بيك. تعال نحط تبع الطيارات هون، بحب انا هاي، وتبع ال وين هاي الصغيرة، كان في واحدة صغيرة، ليك هاي البايرت. تعال نحط تبع البايرت من هون مثلا، هدول حلوين بعتقد. نحط واحدة هون جنبه،
هي ديش حقها 20. كبيرة حلوة قدامها، بس ما في مصاري كتير. بس احنا هلا بهالطريقة بنحاول نعصر. في عنا كتير هجرة بالمدينة. هو بهالقرنة هي بقى صار في مشاكل، هي القرنة البعيدة. بس عادي، احنا بس بدنا عمال، يعني بنكبهم نعمل غيرهم، ما كتير مهتمين لهالمنطقة من المدينة. هي منطقة عاملة هي بس، وحلاوتها كتير حلو فيها انه ما بتجيب اي ازدحام للمدينة، يعني من برا برا وضعنا جيد، ما سيء كتير. وبدنا نتفائل يعني، او نتوقع انه هالشي اللي طورناه بالمدينة الملاهي هو اللي بقى، لا 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 كنسل، الشي اللي طورناه بمدينة الملاهي هو الشي اللي يوقفنا اكتر على رجلينا. يعني امبارح كان 85,000 مرابحنا، هلا لنشوف اليوم بعد التطويرات شو صار. خلصت هاي الكويست، هاي الكويست حتعطينا مصاري بعتقد. خلينا اذا تعطينا نبني فورا، نبني واحدة هيك هون. في شي لسه ما فيني ابني؟ في هاي قطار، هاي ما بتهمنا، هاي القطار للمسافات الطويلة. يعني اذا بدك تركب عالم من هون هيك مثلا يروحوا لهون، ممكن تحط قطارات، بس ما حنستعملها بغير مدينة، بغير سلسلة، او يعني وباب تاني كمان ما عم فكر افتح باب تاني بهالمدينة. ما خرج، ماني شايف خرج، شايفين صار بحق لنا نفتح باب تاني، بس مساحات كبيرة. نبني شي تاني بيكون احسن. حط هاي هون، وشو كمان؟ ما بدي كتر اكتر من هيك، عم فكر بدي بس شوف في شي قرنة انا مكتر فيها. بنشات هون بديم هالبحر هاي. وبديم هالبنشات بطريقة لهون، فينا نحط اثنين مثلا، واحد هون وواحد هذا رباعي هون، وهونيك كمان كان في فراغ هون نحط واحد. بهالطريقة نكون ريحناهم. هي السبب ان المقاعد انه الازفات وتعبوا بين مدينة وبين لعبة وتانية، بيحملوا حالهم بيتركوا الملاهي كلها وبيروحوا. بينما انت اذا بتوفر لهم هالكراسي، هاي هالكراسي بتعطيهم الرغبة بالبقاء، يعني خلينا نقول بهذا المكان. يعني ماشي الحال، بدنا نتوقع بقى انه بالمرة القادمة شوي تتحسن هالأمور تبع هالمدينة، هالملهى هذا، هالمدينة الملاهي هي. لأنه هلا احنا ضفنا لها كتير مباني، فنستنى يوم جديد لناخد مفعولهم تمام، ليكن بلشوا يشتغلوا. بس يعني بدنا يوم، بدنا يوم. هذا شغال. شو أخبار البوليس؟ تحسن؟ حلو. بوليس كان 24 صار 12، نزل للنص، بلشت امورنا تتحسن، بلشت الازدحام يخف شي بسيط، معناتها الستيل كار بلش ياخد مجده. تعال نشوف الستيل كار بس قديش الوقت الانتظار فيه. منيح، خلص اول ما يصير اكتر على 45 بنزل له. قد ايه حقها تطويرته هي الوحدة؟ 3000. فيني احط بس وحدة هيك. خلص يبدو انه وضعنا معناتها تحسن كتير بهالشغلات هاي على الوقت. خلينا نقيم الشغلات المهجورة، شي ظريف. دول الشغلات الصغيرة كتير. شوف عدد التكاسي بهالمنطقة هاي كتير كبير جدا جدا. ما عاد في شي مهجور، خلاص. شوف هدول المباني شغالين، 28,000، 20. حلو. صبر صبر، بدنا صبر بس شوي، نشوف هاي لوين حتوصل، ونطور بقى مباني كمان. حتى هذا عم بيربح صار كتير. شو اخبار السياحة عنا؟ بطلوا هاي عدادات السياحة طالعة، وصلنا ل 5568، رقم حلو كتير. في
فينا شوي نفكر انه نجيب هاي ويلز اذا كان في لهم شغل. تعال نشوف فينا يعني شوي، ها شوي نحط حديقة هيك، هاي حديقتين هاي هون صغار، انه ممكن يعني. هيك مثلا، ونشوف شلون صارت الأرض، ونحط واحدة تانية بلزقة مثلا. ما صارت كفاية يعني، هلا احنا مالنا كتير بحاجة هالشي اللي انا عم ساوي هلا، بس عم فكر انه بس شكل، بركي التشكيل بيطلعنا لمستوى اعلى شوي ببعض الابراج، مو كتير يعني. كان هون بهالمنطقة هاي المعقدة، تعالوا نشوف صارت خضراء. يا ترى صارت خضراء، بس صار لي اياها، ما حنفوت اكتر من هيك بالتفاصيل يعني. بعتقد انه امورنا هيك، بدها وقت، ما فينا نستعجل كتير. اوه اتشيفمنت جديدة، 100,000 بالبارك بمدينة الملاهي، جبنا مصاري، وصلت ارباح مدينة الملاهي ل 100,000، 122,000 سوماليون. هذا اعلى رقم نجيبه لهلا، هو رقم منيح، هاي عم تجينا مصاري منيحة، صار معنا 150,000 يعني. شكله مدينة الملاهي يعني، هي هي معلومة يمكن ما قلناها وانا ما كنت حتى منتبه لها مزبوط، انه هي مدينة الملاهي بتعطيك المدخول كل يوم، يعني مو بالساعة بتاخده على ما يبدو، على ما يبدو انه كل يوم ليكو بيجيك 142,000 مثلا. مثلا فهاي 150,000 هلا معنا، بالحلقة الجاية بنبلش 150,000 دغري بنشتغل فيهم. نزلت الجرايم عم تنزل، حلو الجرايم عم تنزل. بقى نحن بالحلقة الجاية بنشتغل فيهم دغري، مصاري بنطور بالمدينة الملاهي ونشتغل يعني. تعبنا والله، أنا تعبت كتير يعني، ما لها سهلة أبدا، متعبة وصعبة، وخوف عندك دائما، خوف دائم من الازدحامات، بس عم نحاول نحلها بعتقد، وحليناها بشكل مقبول. وهدول المباني كمان ممكن نزيدهم، ونزيد المراكز يعني أو المتاحف إلى آخره. وهذا السلام، والله جميل جميل، منتجع هذا مو أوتيل. على العموم بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالحلقة، اللي كل ما لنا أكثر وأكثر عم نحاول نتطور فيها، يعني ننهي ب150,000 ماشي الحال، ما في زائد ساعي لسه، بس ممكن المرات الجاي يتحسن هالوضع ومننتقل لوضعية الوداع. ما في وداع طبعا مع مشاهدينا الأحباء، بس لحنا هلأ بدنا نفرجي هيك للي عم يشوفونا أول مرة طبعا، إنه في عنا ألعاب القناة مشكلة، مثل ما شايفين فوق على اليسار لعبة ليج أوف ليجند وبنتاكل، تحت على اليسار لعبة فيفا، وفوق على اليمين لعبة سيم سيتي بالتصميم مع عمر، هي السلسلة اللي شاركت بالإي إي بطولة التصميم، ما بنعرف نربح ولا لا، بس فخر المشاركة قدام كوريين، يابانيين، أمريكان، أوروبيين، هذا هو الفخر الكافي. وتحت على اليمين لعبة جيلد وورز 2، أضخم لعبة سلسلة عربية للإم إم أو، لعبة إم إم أو موجودة بالعالم العربي فعليا، لأنه هي حوالي 100 حلقة، أكثر من 100 حلقة، كل حلقة 30 ل 40 دقيقة، بس طبعا هي السلسلة معتمدة على الدعم أو على المشاهدة، لأنه هي ضخمة كثير يعني، وإنشاء حلقة بياخد ساعات طويلة كثير. بقى إذا ما كان في مشاهدة وإقبال عليها، هي السلسلة بتبطأ كثير، وممكن توقف اذا ما كان في عليه اقبال. في عليه اقبال طبعا كل هالحكي ما بيصير، بتمشي مثل كله تمام. بتمنى تكونوا استمتعتوا، كان معكم عمر صاحب ID 1 جنجن 1، وبشوفكم بحلقات قادمة ان شاء الله. مع السلامة.